أصلي وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أبنائي الفضلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. طبتم وطلبا شافا وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله رب العالمين. حي الله قطر أميرا وشعبا، حي الله وزارة الأوقاف في قطر على هذا الشهر الطيب. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن نجد من يشيد لنا مثل هذه المساجد التي يستشعر الإنسان فيها عظمة الإسلام وروعة الإسلام وجمال الإسلام. نسأل الله سبحانه أن يزخرف قلوبنا بالإسلام، وأن يزينها بالإيمان، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم رب العباد عز وجل بما يحب ويرضى، وأن يجعل قطر والقائمين فيها مفاتيح خير مغاليق شر. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما يعني إيه هوية؟ هوية الإنسان. إذا تصورت أنت هرم كبير له يعني أعلى قمة الهرم أو جبل شامخ، له في مرتفعاته قمة سابقة، ثم بعد ذلك ينزل إلى أن يصير له قاعدة ثابتة في الأرض. الإنسان ينزل إلى هذه الدنيا قادما كفيه صارخا بك، دي البداية. نازل إلى الدنيا عامل حركتين عجيبتين، صوت وصورة، صارخ كأنما يعلن تمرده على هذه الدنيا. وإذا سمعنا صوت الوليد أو المولودة ضحك الجمع، وأنه أن الذي نزل من بطن أمه يعني سليم معافى. طالما سمعنا صوته الحمد لله رب العالمين. بس العجيب ينزل قادما كفيه، لأنه ممسك على الدنيا مش هيسيبها بسهولة. أنا ماسك الدنيا ولم أتركها كما تتخيلون. يظل في هذه الحياة مدة إلى أن يأتيه ملك الموت. خلي بالك من المنظرين، هو نزل من بطن أمه باقيا قادر كفيه. لما نيجي نغسله لما يخرج روحه ملك الموت، أهله والمغسل يفتحون كفيه، سلم اللي عندك، لا ينفع أن تخرج منها قابلا كفيا، ينفع لا تخرج منها إلا بهذا الكفن. لا جيب ولا خيط ولا هو عبارة عن إيه؟ نستر عورتك حتى نواريك أول منازل الآخرة. الإعلاميين ربنا يسامحهم بعضهم يقول إيه؟ وواروه مثواه الأخير، أو أوصلوه إلى من؟ مين دخل مثواه الأخير؟ من قال لك هذا؟ من عندما خطأ؟ هذه المرحلة الرابعة من مراحل الإنسان، عالم الضر، عالم الأرحام، عالم الشهادة، عالم البرزخ، ثم عالم الآخر. نحن نوصل للمرحلة الرابعة، نفتح كفيه، وأهله يبكون. فقال العلماء: يا ابن آدم، ولدتك أمك باكيا والذين من حولك يضحكون، فاعمل ليوم أن تخرج منها ضاحكا ومن حولك يبكون. استبشر بإيه؟ بما تنتظره عند الله عز وجل. أول بند من بنود الهوية أنك عبد لله، هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك. ومن كرم الله عز وجل
عمرك فسوف يأتيك رزقك، وإن لم يكن من عمرك فمن رزقك سوف يرزق غيرك. يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا قال ربنا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله ولهوية المؤمن. الهوية بتاعتك فيها سبع نقاط، سبع نقاط. أول شيء عبوديتك لله الوحدانية، أنك عبد لله. كفاني عزا أن أكون أنا عبدك، وكفاني فخرا أن تكون أنت ربي. قال الرجل للحجاج لما قال تعالى لتأكل معه، قال دعاني من هو خير منك، فأعلم أن هذا الحجاج. قال كيف؟ قال أنا دعاني ربي للصيام فأنا صائم اليوم. قال كل اليوم وصوم غدا. قال الرجل وهل يضمن الأمير أن أعيش إلى الغد؟ قال له انه طعام طيب. قال والله ايها الامين ما طيبه طباخك ولا عجانك ولا خبازك، ولكن طيبته العافيه. الصحه خدت الاكل والطعم. قال له بعد ان جادله كثيرا ان يثبت هذا الاعرابي قضيه ان العافيه، أن الصوم خير من الطعام، وأن الذي سبحان الله الذي دعاه إلى الصيام إنما هو رب العباد، فيحقق هذا الإنسان البسيط عبوديته لله رب العالمين. وقال سعيد بن جبير للحجاج لما قال له الحجاج وهو يريد قبل إعدامه، يقول له لأغرينك من دنياك نارا تغضب. قال سعيد لو أعلم أن هذا إليك ما عملت سواك، كانت الجنة والنار بيدك أنت، أعرضت في دون الله. لكن سعيدا يضع لنا حقيقة أول بند من بنود الهوية، أنك لست عبدا إلا لربك، عبد لله. ولذلك تقول في كل صلاة الله أكبر. هوية المؤمن مع التوحيد هي الله أكبر، أكبر من كل شيء. حتى قال علماؤنا إن رأيت حريقا اشتعل في منك، ربنا يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب. عليك أن تكبر، شعبت بالزلزال عليك أن تكبر، سيول الماء عليك أن تكبر، لأن التكبير لا يتساوى معه شيء. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسيح الدجال قالوا من أين نأكل يا رسول الله؟ طب نأكل من أين؟ قلت أن السماء لا تمطر والأرض لا تمطر والمسيح معه المفاتيح، أم مثل يا الأرض تمطر أم مثل يا سماء فتنة. قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يلهمون به كما يلهمون النفس. شهيق نفيس، سبح افرح، تكبر تبتغي، سبحان الله، تحمد تطمئن. هكذا المؤمن مع الله عز وجل. ولذلك كلمة الله أكبر هي البند الثاني بعد التوحيد في هوية المؤمن. أول شيء أن تستشعر أن هويتك لله. طب أنا عبد لله، ماذا يصنع العبد؟ هل يصنع من عندي قوانين يسير بها، أم أنه يسير وفق مالكه وخالقه ورازقه؟ لأن رب العباد يقول في سورة الإسراء ويدعو الإنسان للشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. تدعو يا رب أعطني ولد، أعطني ولد. رب العباد وضع لك قناعة إيمانية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. عطف العقيم مع الهبة،
كأن منع فلان من الخلفة من أن يكون له ولد أو بنت هذه الصورة من صور الهبات الإلهية. فإذا دعوت رب العباد في أمر ولم يستجب لك فاعلم أن هذه هي الإجابة لأنها خير. الناس يسألون العلماء يتحكموا الآن في نوع الجنين. فسيدنا الشيخ الأطباء قال لي ممكن تتحكم في نوع الجنين وأنا عندي 5 بنات وأنا عايز ولد. يقول يا ولد طالما تطمئن للمعمل وللطبيب هو حلال ولكن تحمل نتيجة الاختيار. اختار ربما يطلع اللي قتل الخطة، ربما يطلع ابن يأتي ناقصا عينا أو أذنا أو حافة من الحواس. لماذا لا تدع رب العباد يختار لك؟ ما كان له الخيار؟ أتختار مع اختيارنا؟ الله عز وجل يعلم أن من عباده غني لا يصيح إلا الغنى، لو أفقره لفسد حاله، ومن عباده فقير لا يصيح إلا الفقر، لو أغناه لفسد حاله، ومن عباده صحيح لا تصلح إلا الصحة، لو أسمره لفسد حاله، ومن عباده سقيم لا يصيح إلا السقم، لو أصحه لفسد حاله، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخلق. الله هو الذي يعلم. نحن قاصري النظر، قصيري النظر، لا نرى خلف الجدار هذا المسجد، ما الذي وراءه؟ ما الذي أمامه؟ عقولنا محدودة، ورب العباد سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما الذي يسرك وما الذي يكسبك. وإذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العقل. تفهم ليه منعك؟ المنع ده في ذاته يثمر عطاء. لما فهمت أم الكريم أن إلقائها لولدها في الصندوق في الدبوب ثم في اليم رحمة به ظاهر الأمر شر الأم الحسنى، لكن الله لما أمرها قدمت كما نقول الشرع الرباني على الطبع الإنساني، فنجى موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لو أن يعقوب يختار بنفسه هل يترك يوسف لإخوانه وإخوته يلقونه في الجب ويباع بثمن البخس وهناك يبنى في مصر وتلفق له تهمة ويدخل السجن ويغيب عن أبيه؟ كل هذا مع هوى الأب أو ضد هواه؟ ضد هواه. طيب لكن هذا الأمر الذي أصبح أو كان ضد الهوى لما قدم يعقوب عليه السلام شرع ربنا على طبعنا الإنساني بأن يحتضن ولده الذي قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، ولكن رب العباد كانت المنح بعد المحن واضحة في قصة يوسف، لأن في أسر معينة تضرب عليها الأمثلة لتظل بصمة في التاريخ عن هوية عبد الله في أرض الله. كل إنسان منا عبد لله، هويته وطاعته لمولاه عز وجل. فلو رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. ليه؟ لأن أنت تفهم عن الله، ودم فهمت مراد الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى يعطيك يقينا وثقة وبردا وسلاما، ولذلك ذاق طعم الإيمان. يبقى الإيمان له إيه؟ له ذوق، له طعم، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا، يعني أول بند من بنود الهوية أنك عبد لمولاك الذي خلقك. أنت تنتظر مبلغ المال من المصلحة، من المؤسسة، من قريب، من غريب، ولكن المال لم يأتي. لا تحزن. لماذا؟ لأن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كلب. حرص الحريص لا يسوقه إليك. حب يعقوب،
الحلم ابن موسى على ولدها لما بلغ 30 عاما ونزل المدينة على حين غفلة من أهلها وقام بقتل الرجل القبطي، وجاءه رجل أقصى المدينة: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخر إني لك من الناصحين. خرج منها خائفا يترقب ودعا رب العباد رب نجني من القوم المجرمين سبحان الله فلما وصل إلى مدين وجاءت البنت إن أبي يدعوك وذهب إليه وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالم. سبحان الله إجابة الدعاء. لكن حب أم موسى لموسى هل منعها من أن يدخل في هذه الورطة أو أن يهجر من مصر 10 سنوات يعيش غريبا هناك يرعى الغنم في مهر عجيب في التاريخ لو أن هذا المهر أصبح اليوم لما تزوج أولاده؟ أنت تروح لأبو فلان: أبونا أنا عايز أتزوج بنت، تعال اشتغل عندي 10 سنوات، أنا أرضى اشتغل عندك ساعة واحدة، أنا أخذ البنت وأمشي. كده ولا إيه؟ لكن من رحمة الله أن هذا المهر كان مهر تاريخي مخلص. كرم الله سبحانه. لذلك في اللغة العربية دي هويتنا الثانية لغتنا. كلمة خطبة كلمة خطبة. نفس الحروف. خطبة يعني إيه؟ يعني إن شاء الله بكرة كنا من أهل الدنيا هتلاقي الشيخ راح طالع على المنبر وألقى فينا إيه؟ خطبة بالضبط بالرافع. ليه؟ لأن الخطيب لازم إيه؟ يرتفع. طب خطبة بالكسر ليه؟ يعني لأن الخاطب يتذلل لوالد خطيبته. يا عم ممكن توافق الذل الوحيد بعد كده هو يسأل فيه يا عم ممكن بعد اذنك بس على خطبه في اللغه العربيه كيف هي؟ خطبه مكسوره اللي رايح دليل وقاعد مقدم دليل واقف قدام ابو نفسه معقول واحد عندنا متمرد يا ادم تزعل ولد ولد يبتسم عمره ما يبتسم في وشي ولا وش امه الله لا اله الا انت يا اخي انت طلع له اسنان جديده واقتنع ان الاسنان ليست عوره وبدا يبتسم سبحان الله. اذا انظر الى دقة لغتنا العربية العجيبة في أنها هويتنا التي يجب أن تكون. ولذلك لا أقول آثما ولكن أقول مقصر ومضيع لهويته من يتكلم باللغات غير العربية في غير ضرورة. أنت في البيت زوجتك عربية وأنت عربي سبحان الله يعني وأولادك ماذا لا تتمسك بهذه الهوية؟ إذا ضيع قوم لغتهم ضاعت هويتهم مسخت. وذهب رجل يسأل عن سيبويه أبو نحر رجل أعرابي بسيط خرج ابن سيبويه للرجل عنده 10 سنوات الرجل عين مسكين قال أنا لو قلت له أبوك هنا يمكن الرافع ما ينفع لو قلت له أبي هنا مش عارف ترى أقول له طب أقول له أباه هنا ترى هيروح يقول له سيبويه مسكني قال يا ولد نعم أباه أبي أبوه هنا ولد رد عليه قال لا لي لو استريحت ولد يبحث عن هويه ويبحث عن لغه واللغه صعبه يعني كانت ميسوره على من يسرها له رب العباد عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمن عشان يعني تمر بنا المحاضرة سريعا الهوية بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعبده الصادق لله وأنه الوحيد في القرآن الذي ذكر بلفظ عبده سبحان الله دون ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم أليس الله بكاف عبده سبحان الذي أسرى بعبده إليك سبحان الله بهذا المنطق إذا من الذي أسرى به الله عز وجل لم يذكر الاسم لكن نعرف أنه أحققت فيه كل صفات العبودية فتحققت فيه صفتان كبيرتان بعبوديته لله التواضع والتبسم ما رؤي بين أصحابه إلا متبسما
الله يرضى عنك ان اقنعك ان اسنانك عوره ضحك عليك. اريد ان برى اسنانك. جلس علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وبيد النبي روح في طبق، فسيدنا علي ياكل والرسول يتكلم، وسيدنا علي يضع النواه امام الرسول. خلص الرطبه اللي بعدها ويضع النواه. انهى علي الرطبه التي في الطبق فيمازح حمام، حمام الله رسول الله. قل أكل هذا الدهر أكلت يا رسول الله؟ أكلت، هذا عجيب. قال يا علي وأعجب منه من يأكل التمر بنواه، وأنت النوى بتعرف الناس تقول الضحك في المسجد. يا أخي أخي والله إن تقطيب الجبين يخلي الناس حتى الله يرضى عنك. ادخل بيتك مبتسم. صحيح الاول هتزعل زوجته تعبت الاول ولا خير ان شاء الله. قال شاعرنا المجرد تفائل ضحكت بسبب ذعرت زوجتي لما راتني باسما. قلت لها لا تنزعج اني بخير سالمه، كنت اجري بعض التباليه لفمي ربما افرح يوما ربما. ستار يا رب وانت في عصير بيعمل تمارين واحسن الابتسامة ايه؟ احسانات زهيطر يحصل لها فخر يعني التمارين تفتح حرارك فتح ضغط كده يعني سبحان الله. فهوية المسلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم تواضعه، ومن تواضع لله رفعه. قال علماؤنا الخلق الحميد والنعمة الوحيدة التي لا تحسن هي التواضع. كل النعم تحسن، المال يحسن، العلم يحسن، وعبادتك تحسن. لو جيت في مكتب الصبح لأخي الساعة 3 إلا ربع، ما أدري إيه صوت الكلاب في الشارع ده؟ أنت كنت فين 3 إلا ربع؟ يعني أستغفر الله، يعني الأيام الساعة الورد الليل بقيت يوم يعني لا إله إلا أنت. يا راجل إن الصحابي كان يخادع زوجته ليلا، خدع ليلا كما تصنع الأم برضيعها، يعني يسلم الجوارح بإيه؟ بالهدوء، كي يصلي لا يعلم صلاته إلا الله. مش عايز حتى زوجته إيه؟ لو تعلم عايزين منه من أن بينه وبين الله في الصدقة في الخير في الحرفة. ولذلك التواضع يقودك الى الهويه التي بعدها وهي الاخلاص. يعني ايه الاخلاص؟ العلماء قالوا ان في الاخلاص امورا ثلاثه ليست في غيره. الاخلاص في 3 امور ليست موجوده في اي مقام. اول شيء الملك لا يخلق خارج حدود مهمة الملائكة، يعني من ضمن ما تكتبه الملائكة خارج حدود مهمتها أنها تكتب إخلاصا، لأن بينك وبين ملك وبين خلق. ثم الشيطان لا يستطيع أن يطلع على إخلاصك فيفسده. الشيطان لا يستطيع أن يطلع على إخلاصك في قلبك فيفسد عليك الإخلاص. والأمر الثالث أن الشخص نفسه، الشخص نفسه لا يستطيع أو رب العباد يعني يحكم عنه إخلاصه فلا يغتر. ولذلك قال الشيطان رب العباد عز وجل إلا عبادك منهم مخلصين. قال وإذا داوم الإنسان على الإخلاص صار مخلصا. طيب عايزين ناخد 3 نقاط نصبح بها فيها وبها مخلصا. اول شيء جدد النية عند كل عمل او قول او فعل او خطوة او نية او عزم. يعني ايه؟ يعني انت جاي صح
صلاة العشاء لا بد من تجنبها. أنا ليه رايح صلاة العشاء؟ أكثر سواد المسلمين وأجيب داعي الله عز وجل. ليه؟ لأن الله لما أذن للمسلمين بالآذان والمؤذنين لصوت جميل أولادنا ونفرح بهم يقول حي على الصلاة ولا حي إلى الصلاة. هذا يقول على ولا إلى؟ حي على الفلاح ولا حي إلى الفلاح؟ مع أن هي بلغة في اللغة إيه؟ حي إلى. طيب لأن الصلاة رب العباد يناديك والمؤذن يقول لك حي على الصلاة لأنك إذا أتيت رفعت الصلاة إلى رب الصلاة. وحي على الفلاح لأنك ركبت مصعد الفلاح فسوف ترتقي الدرجات بحضورك هنا فحي على الصلاة. سبحان الله. زي ما ربنا يقول إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء وعرفة اللي هو ايه؟ البرج من الاسقاط. هذه شفاء. طب ايه الرحمة؟ الا تأتيك الاسقاط. يعني اذا كان في امراض موجودة يبقى الصلاة ايه؟ شفاء. واذا كانت الامراض غير موجودة فالله عز وجل عند قراءة القرآن يرحمها فلا تأتي لك الامراض. فأنت سبحان الله في قضية تجديد النية أنا ليه رايح صلاة العشاء؟ يبقى هذا الأمر وأكثر سواد المسلمين وأملأ بيت الله بالليل بالذكر وبعدين الصلاة الإنسان يسعى إليها من توضأ في وطهر في بيته وتوجه إلى بيت مولاه فإن رب العباد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. واحد مسافر ولدك في أمريكا في أوروبا واستقبلته عن سنتين كده كيف تستقبله؟ ولله المثل الأعلى يتبشبش في وجهه كما يتبشبش يعني يبش. سبحان الله. فانظر إلى بشاشة الملائكة وفرح الملائكة به وعلى أبواب المساجد ويكتبون الداخل الأول فالأول. فأنت في نية هذا العدد يجب أن تجدد النية. طيب جلست مع زوجتي وأولادي لطعام العشاء أو الغداء أجدد النية. لماذا لا أكل هذا الطعام؟ كلنا نقول إيه؟ عشان أنا جائع. جائع تشرب أخذت التوابل لأتقوى على طاعة الله وأظهر فضل الله علي وأحمد رب العباد عز وجل وأدير حركة الحياة وإلى آخره. أنا أخذت الطعام ثواب ربنا إشباع لغرائز النفس. قال علماؤنا كنا نحتسب عند الله نومتنا كما نحتسب عنده قومتنا. نحتسب النوم. ولذلك عدم تأجيل صناعة الخير. العجلة مكروهة إلا في خمس: الإسراع إلى الصلاة والاستغفار من الذنب وسداد الدين وزواج البكر ودفن المتوفى. دي العجلة المستحبة. وعجبت إليك ربي أرضى. يبقى الوالد لها الغاية في قضية الإيه؟ في قضية العجلة. فأنت تستعجل في الأمور التي يحبها رب العباد عز وجل ولا تؤجل توبتك من الذنب. لا تؤجل توبتك من الذنب للغد لبكرة يوم الجمعة أول الشهر بروح أحج لما أكمل 40 سنة. أنت من الوقت لا تجل يأتي الليل فتكون أجل. فسبحان الله لما أنذر يونس عليه السلام قومه قال لهم إن أملكم مع الله 40 ليلة يزعف عليكم 35 يوم مرة. ويونس ذهب مغاضبا ومغاضبا غير غاضبا. ذهب غاضبا ذهب ايه؟ مغاضبا يبقى في حد ايه؟ اغضبه وفاعل حد سبب له الايه؟ الغضب. وخرج هنا مغاضبا غاضبا غاضب اغضبه قومه. اما الغاضب فلا غضب وحده عزاه. لكن سيدنا يقول ذهب مغاضبا فذهب والحوت التقم والتعطيل التقم. مرت 35 يوم
بدأت السحب السوداء تنزل على قرية لوط. راح الرجل كبير السن عالم، ماذا نصنع؟ قال: اخرجوا أنت ونساءك وأطفالك وبهائمك في ثياب رثة إلى البلدان والصحارى، وادعوا رب العباد وأعيد الحقوق والمظالم إلى أهلها. فكان أحدهم يقتلع الحجر الذي يقوم عليه بيته، لأنه كان قد اغتصبه من جيرانه، فينهدم البيت ويعيد الحجر إلى صاحبه. ففيش قرية كفر إلا عذبها الله إلا قوم يونس. لما آمنوا سبحان الله، رب العباد سبحانه وتعالى قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذا نحن نريد بهويتنا أن نرفع الظلم الواقع على الشعوب والأقليات والمسلمين في مشرق الأرض ومغربها، واهتزاز أمن أي دولة من دولنا العربية والإسلامية أو اليد الظالمة التي تمتد إلى شعوبنا. اعلم أن هذا ليس خللا في الدولة وحدها، إنما يحدث لنا خلل في العالم الإسلامي كله، لأننا كجسد واحد نأسى ونشكى. ولذلك أعجبني إمامنا اليوم وهو يقنط ويدعو لإخواننا المستضعفين في سوريا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتجبنا أن أقنط في كل صلاة عند نزول النوازل. وهذه نوازل الأمة تريد أن تبقوا رؤيتها بالإيه؟ بأنها لا تصير وحدة واحدة وجسدا واحدا، بل تريدون أن يقطعوا أوصالنا وأن يعني يضعونا في حيز العنصرية والعصبية والجنسية والعرقية والقبلية. ولكن المسلمين بفضل الله عز وجل وبفضل هويته بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الجنة الواحدة، هذا القرآن العظيم، نبينا عليه الصلاة والسلام، الصالحون، العلماء، المقام الصالحين، كل هذا يجب أن ننتهي جميعنا وننسى خلافاتنا، ويذوب الأنا في الواحد في الجماعة، وتذوب الجماعة في الأنا، لأن العبادة تنقلك أصلا من الفردية إلى الجماعة. بالله عليك أنت تصلي وحدك، لو سمع الله لمن حمده ماذا تقول؟ ربي ولك الحمد، ولا ربنا ولك الحمد، ربنا أنت تصلي، تقول إياك أعبد وإياك أستعين، فماذا تقول؟ يا نعم جميعنا، أنا أصلي منفردا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا القضية تتحول أنا إلى هكذا هي العبادة. ليه ربنا عمل وأمرنا في الفقه أن يكون للمسلمين بيت مال؟ لو أن كل غني ذهب إلى أقاربه الفقراء فأعطاه زكاة المال، ربما عير أبناء الغني أبناء الفقير بأن معيشته من بيته ومن ماله. روح ودي أنت خذ مالك يا غني، أنت يا غني وأنت ضع مالك في بيت المال في إناء واحد، ولما يتوزع على الفقراء الفقير يقول: أنا لا آخذ من فلان من عمك ولا من أخي ولا من خالي ولا من زعيم القبيلة، أنا آخذ من بيت المال. فيشعر الفقير بعزته ويشعر الغني بتواضعه، فيقلب الشريعة سبحان الله أظافر الإيه؟ أظافر الفردية وأظافر التعالي، وتقلب سبحان الله أظافر الأنا التي تفلت بنا جميعا. فالمسلم سبحان الله العظيم يعني أريد أن أقول يحمد الله على نعمة الإسلام. وبالله عليكم في كل صلاة أنا يعني أدعوكم ألا تنسوا إخوانكم في كل أرض يستضعف فيها المسلمون ويؤذى فيها أي مسلم أو أي مسلمة، تنتهك أعراضه وتنتهك أمواله وتنتهك ظهوره وتضيق عليهم، لا تستشعروا أبدا أنهم في الأمن فتنسوا إخوانكم الذين في الخوف، لا تستشعروا أنتم في الطعام والشراب والاغتسال والراحة أن لنا إخوة وأبناء وبنات هنا وهناك في بقاع الأرض مستضعفين، فلا تنسوه من الدعاء. ومن ذلك الله يفتح عليك، خلي ليلتين في الأسبوع تتناوب أنت وزوجتك، لو كانوا
استجاب للمذنب أيام موسى: يا موسى لو خرج من بينكم هذا العاصي أنزلت الماء عليكم. قال: يخرج العاصي من بينكم. يقول: مستحيل. قبل أمام الناس، كل الناس تعرف أن العاصي ولبني إسرائيل. قال: يا رب ما خرج العاصي من بينكم. وإذا بأبواب السماء تنهمر وتنفتح بماء منهمر. قال: يا رب ما خرج العاصي من بينكم. وتنزل الماء علينا ما أحلمت. قال: يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينك. قال: يا رب دلني عليه حتى أتعلم منه كيف تاب. قال: عجبا لك يا كريمي، أستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. ربنا ستير، وأنت يجب أن تستر عيوب الناس. أبناء الفضلاء إن هوية المؤمن حتى في بيته تقوم على أمور أربعة: على الصبر، وعلى التعامل بالفضل، وعلى التغافل، أن يتغافل عن أخطاء الزوجة والزوجة تتغافل عن أخطاء الزوج، ثم التغافل ألا تنام الظالم من زوجتك. إياك الله يرضى عليك، استرضيها في آخر اليوم، يعني خليها تنام راضية. لكن أنت ما شاء الله تسألك الشيخ عمر اليوم قال لك ايه في اللي في النفس؟ قال: من باتت وزوجها غضبان عليها فاتت الملائكه فتقعها عن حب الصلاه. ما في حاجه في النفس، هو الراجل متخصص في الحديث. قعدوا يدينا من الساعه صلاه العشاء لغايه قبل الفجر، وهو يقول هو غاضب عليها والملائكه على خليك امين عشان لا اله الا الله. طب بالله عليك سؤال: هل تحب أن تزوج ابنتك لرجل في مثل أخلاقك ولجمع عندك؟ ما هو طيب إذا كانت ابنتك بفردة كبيرة وتخاف من أن يؤذيها أحد بتقديم جميل أو بإيذاء أو بخل أو 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 إلى آخره، طب اللي عندك دي مش برضه كان ليها أب وكان يحب أيضا أن تكون ودودا معها؟ يعني شاب مكتب مع أبي، أبوه مصمم يزوجه بنت عم، والشاب مصمم ألا يتزوج ابنة عم. الأب مهوى، بنت أخوه عندها قطع الأرض وأبوها مات ووصيها عمرو، مش عايز الأرض تروح فين؟ بعيد. ده نعمة نضرب عصفورين بإيه؟ بحجر. نزوج البنت ونتزوج إيه؟ أرضها. أعقد على البنت والإيه؟ والأب. يجيب الولد يمين شمال والولد يحب الشفعة. فالأب بيستعين بي على إخلاقه. أنت يا عم الشراب زوجه، ولد عنده 30 سنة، كيف نزوجه وراء بابه؟ فانفعل الأب. قال له: يا ولد إذا كانت البنت المحجبة حافظة القرآن بنت أخويا الله يرحمه، إذا أنت مش هتاخدها مين ياخدها؟ اللي ياخدها ربنا. صحيح. انت تضيق لي على الولد. بس ايه يا اخي اختار؟ الايه؟ الهويه عندما تصير نحو الدنيا. ناتي الى هويه الاوطان. شبابنا لا نريد ان ينبهر الذين يعيشون في الارض. لا والله. والله تنبهر بالقدوات الصالحة التي تعيش بينها بالأمن والأمان. والله يا إخوة وأبناء الفضلاء، أبناؤنا الذين يعيشون هنا وهناك أملهم في الحياة أن يعودوا إلى بلادهم العربية الإسلامية، يسمعوا الأذان خمس مرات. لم يصبح الغرب الآن قبلة، بل بالعكس إحنا نتعامل مع كل الناس بالخير ومع كل العالم بالخير. والقرآن عندما تكلم عن الحوار تكلم بأدب راقي: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال لكم دينكم ولي دين، ما وصف دينهم بالبطلان ولا وصف ديننا بالحق، ولكن ترك المسألة في ميزان التوازن. لكم دينكم ولي دين، لم يكن لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. وجعل فعل الكافر عملا وجعل فعل المسلم إجراء. وهذه هذا رقي في الحوار
ولكن هل الأرحام تلد الغرب العبقري والعرب المسلم تلده أبيه؟ هل تلد الأرحام عربية بنصف عقل وغربية بعقلين أو ثلاثة؟ محمد عبده رحمه الله عليه راح إلى فرنسا سنة 1903 من 107 سنة 110 سنة، فرجع بتقرير عجيب، قال: ذهبت إلى الغرب فرأيت 100 أسطول في قوم يقول له كتابه إذا ضربت على خمة الأيمن فأدر له خمة الأيمن، يعمل إيه بالمئة أسطول؟ وعدت إلى بلادي فرأيت 100 أسطول في قوم يقول الله لهم وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وشتان بين 100 أسطول ومات مسطول، فرق كبير. طيب هل العبقري تحدد في قول لون كذا وكذا، أم أن العبقرية الله عز وجل يعطيه المؤمن؟ هل هو بليغ الكسلان أم كيس الفطور؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعقل خلق الله وأذكى خلق الله الذي يوحد الله رب العالمين. ولذلك تجد الولد طرق باب البيت يجيب بنت الصالحة، الولد عبقري أخذ الصالحة المؤمنة التقية ظفر بذات الدين تلبت يداه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا إنسان راقي، هذا إنسان كذا، لأن عبقري العبقرية أن يعرف الإنسان هويته. هل هوية الأوطان بالأغاني والأناشيد والأدب؟ هوية الأوطان بالعمل على أمنها، وهذا الكلام للشباب، بالعمل على تحصيل العلوم. كارثتنا الغرب تبع منظمة اليونسكو من 3 سنوات يقرأ كل سنة 36 كتاب، تقريبا كل شهر يقرأ كم كتاب؟ 3 كتب. وجد أن كل 80 عربي يقرأوا كتاب، وعمل إحصائي وجد أن العرب يقرأ 6 صفحات في السنة. توفر عينيك الله يرضى عليك، خطر على عينيك 6 صفحات وتعبت ساعتين. لا يا تخيل أول كلمات تنزل في كتاب الله، ما قال الله عز وجل وحد الله ولا قال اعبد الله ولا قال اتبع رسوله، قال اقرأ اقرأ. هذه الفريضة سبقت فريضة التوحيد وفريضة الصلاة وفريضة العبادات وفريضة المعاملات، وهي الفريضة التي لا نقوم بها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ابن مسعود لما نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت جملة واحدة، سورة طويلة وحيدة التي نزلت جملة واحدة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقال ابن مسعود: أأتلوها عليك يا رسول الله؟ تعجب رسول الله، تركت ابن مسعود فتلاها فما نقص الحرف. منين جاب ابن مسعود هذا الكلام؟ هوية التوحيد في قلبه، مرآة ثقيلة، التخلية قبل التحقيق، قلبنا فيه لا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا كبر ولا عجب ولا رياء ولا قنوط من رحمة الله ولا أمن من مكر الله، الأمراض الثمانية الكبيرة. وإن لم تخرج المحاضرة إلا بأنك لما ترجع البيت اعمل تخلية قبل التحلية. يعني إيه؟ يقول أنا عندي إيه من الأمراض اللي الشيخ ذكرها؟ أنا عندي حقد، أنا عندي حسد، أنا عندي كبر، أنا عندي عجب، أنا عندي رياء، أنا عندي مكر أمن من مكر الله، أنا عندي قنوط والعياذ بالله ورحمة الله، سبحان الله العظيم، أنا عندي غش للمسلمين. ماذا قال الرجل لعبد الله بن عمرو لما الرسول يقول: يغفر عليكم رجل من أهل الجنة؟ كل ثاني يوم: يغفر عليكم رجل من أهل الجنة؟ نفس الرجل. ثالث يوم: يغفر عليكم رجل من أهل الجنة؟ تحايل عبد الله بن عمرو ومات عند باب القيامة، فما وجد أن يصنع شيئا. ثالث يوم سأل: قال
أبيه وليس في صدره شيء أو إحنة أو كبت على مسلم، صدره منتحك، ده هو عنده كبت لو عدم دماغه بالليل على بعد 10 سنتيمتر، عنده كبت على ما في جواره على بعد 10 سنتيمتر، وده كان محاط على من يعيش معه تحت سقف المعرفة. يجي نحن مع المجتمع، وأسوأ عباد أن يكتسب خارج بيته ويقطب الجبين داخل بيته. كان عمر يقول: كن مع أبنائك وأهلك في بيتك كالصبي. فريق قصير سهل، وجاء الرجل ليتولى ولاية عمر. ولي الولاية يا رب المؤمنين. قال: طيب مر علي يا رب. سيدنا عمر عايز يعمل امتحان، يقول له انت تعامل ازاي؟ وقال لسالم: يا سالم، لما ياتي هذا الرجل دخله عليه. دخل الرجل فراى الايه، عمر على 4 ايديه ورجليه، وابناء عمر يركب ظهره ويدور به في البيت. ده كان زمان ما فيه عربه للعيال من الكنترول، ولا سبحان الله لما جابوا تسح للعيال يفتح التلفزيون بالريموت تكييف بالريموت كنترول، وشويه ياكل بالريموت كنترول، وينام بالريموت كنترول، وان شاء الله يجيب المعلم بالريموت كنترول، كلنا كنترول في كنترول، سبحان الله، لا اله الا الله. وفي الجامعه من العيال انت تمسك الحاكم وتتصرف، الحاكم قلت لهم بالله عليك، مين يقول يعني ايه الحاكم؟ لا والله ما نعرف، الحاكم اللي هو الريموت كنترول، شوف ده قلناه باللغه الاخرى في مع اللغه الاسلاميه وين؟ الحكوم سبحان الله، لا اله الا الله. فبيقول الولد ايه؟ 7 و7 8 يعني ايه 7 و7؟ يقول له 7 و7 يكون 14 خلاص كده ايه؟ حوالي 20 قبل انت تتنازع عن هويتك. قل للشيخ: قال يا مولانا اللي هو تعلم اللغه حرام، قالوا نو. سبحان الله ان يعيد هويته الينا والى ابنائنا ان شاء الله. الرجل وصل عند بيت عمر، وجد هذا المنظر، وقف في حال عمر اللي يعني صوت عمر اهيبه من سيف الحجاج، وخسر يرتعش في الديوان، وقيصر في الملك من عمر، وعمر عمه. عمر سأل سؤال، قال له: ماذا تفعل انت في بيتك؟ انت شفت منظر عجبك، انت في بيتك بتعمل ايه؟ قال: انا ان دخلت فر الواقف، واستيقظ النائم، فطار يا رب، حمر، وجلست المرأة جنبها سيبان في ركبها وعصاها خلاص ما دخلت، عمك سبحان الله احترم. قال: إن لم تكن أمينا رحيما على أبنائك أوليك ولاية حتى تكون يعني قاصرا على المسلمين. ولما دخلوا جماعة من الأهواز على عبد الملك بن مروان، قال: يا أمير المؤمنين، الوالي اللي أنت معينه علينا ظالم. قال: كيف؟ قال: يا أمير المؤمنين، 5 سنوات نظلمنا. قال: هذا أعدل ولاك وأعدل واحد عنك. قال: يا أمير المؤمنين، خذه يعدل في قوم الغيرات، احنا شبعنا عنه. انقلوا وقيل الى السنه اخر سبعه رجلين عنه. ربنا كيف ينقل الاولاد يحبون اوطانهم ولا يكونوا يعني عنصريين مهما كانت الاوطان، اوطان غاليه على الانسان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر لمكه؟ أنا قال: يا مكة، أنت أبلغ بلاد الله إلي. أم قال: أنت أحب. ارتباط بالوطن، وارتباط الإنسان بوطنه شيء طيب. هذه هويته، ليست بالأناشيد ولا بالأشعار، لا، بالعمل. هل سمعت بالجماعة اليمنيين اللي بيعطوا دورات الآن؟ دورات يقنعوهم أن الإجازة مهمة. بنعمل دورات عشان نثبت أولادنا إن إيه؟ العمل مهم. يقنعون الاجهزه مهمه جدا، سبحان الله، لا اله
مدرسة يا أباه، أحسن دولة يا أباه، أم الدنيا يا أباه. قد سمعت الفرنسي يقول هذا الكلام، الألمان داخل يحب بلده أم لا يحبها؟ ما دليل حبه؟ أنا أرى، أنا زمان من 20 سنة في القاهرة قلت الولد اللي يتحقق في الثانوية العامة أقل من 85%، وفي الجامعة أقل من درجة جيد جدا وامتياز، ما يجيش يصلي ورايا، أنا مش عايز يصلي ورايا الفاشلون. مش عايز فاشل يصلي ورايا، أنا عايز التفوق، عايز اللي هو عايز يضع رمية، يضع بصمة. والله الذي لا إله إلا هو، أبناؤنا من العرب والمسلمين هم أذكى الأبناء وأذكى الأطفال، ولكن يفتقدون إلى من يوجههم، ونحن مسؤولون أمام الله كآباء وأمهات ومعلمين وإعلاميين وعلماء، كلنا سبحان الله مسؤولين أمام الله على توجيه أبنائنا، أبناءنا إلى يعني الشيء الذي يحبه بالولد. يا مؤمن يا مؤمن، سيدنا يعقوب لما قص عليه يوسف الرؤيا ماذا قال له؟ قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدا. الرؤيا كلمة رأيت كررت مرة مرتين، مع أن الآية قلت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي سجدا، جملة صحيحة ولا صحيحة؟ صحيح. ما فائدة رأيتهم الثانية؟ دي ملمح تربوي، اخواننا اساتذة التربية وانتم اهل التربية جميعا بفضل الله، ملمح تربوي. يعقوب ينصت انصاتا شديدا لولده، كيف؟ ما الذي عرفنا هذا؟ رأيته بالثانية ليه؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. فكأن يعقوب يسأله كيف رأيته؟ يعني رأيتهم في كبد السماء أم في جيبك أم في حجرك أم أنت بجوارك أم تطير نحوه؟ قال رأيت الحالة التي رأيتم عليها إنصات الوالد الولد. البنت تسأل أباها، أبويا نعم، إيه الحفرة؟ اسم الحفرة اللي قدام باب البيت عندنا؟ قال لها أنت مش شايفة أن أنا أخرج جميلة؟ اسأل أمك. أمي نعم، إيه اسم الحفرة اللي قدام بابنا؟ أنا أرقص. سألي أختي الكبيرة، أختها الكبيرة، أنا أذاكر. سألي أخوك، أنا أشاهد مباراة الكرة. هناك أسألك أختها الأكبر منك، إيه اسم الحفرة اللي قدام بابنا؟ اللي اسمها بئر. طب الحمد لله عشان أختنا الصغيرة وقعت فيها. الكل مشغول عن السؤال، لو ابوها يجاوب كانت البنت ايه؟ منقذة، لكن ايه اللي غرق البنت؟ ولقي حتفها؟ هذا التباطؤ. ونحن كعرب يؤلمنا، يؤلمني انا شخصيا من طريق لان حرمة ماسكة في السوق وجنبها زوجها هي ربما حامل ورفع ولد وحط ولد في العربة الصغيرة وشايلة حقيبة فيها أغراض الولد، لو شايلة رجل مننا يمكن فيها 7-8 كيلو سبحان الله. وأبو محمود ماشي جنبها كده إيه؟ لا إله إلا الله وهو يخلق ما تعلم. طب ليه أبو محمود كده؟ طب شيخ ده عيب عندنا العرب، إحنا راجل. طب راجل ليه شيخ؟ لا إله إلا الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية وقطع اعتكافه، ولما وصلت إلى ناقتها انحنى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس كما يجلس الإنسان للتشهد أحيانا، وجعل صفية تضع قدمه على ركبته الشريفة ويقوم بها رويدا رويدا كي يوصلها إلى ظهر البعير وهو مناخ، منه يعمل أمرين، يساعدها ويخبئها ويداريها. لكن لما تلاقي حتى في التمشي في شوارع اوروبا تعرف ان ده عربي حتى لو لابس لبس مش عربي، تلاقي ماشي على بعد 200 متر زوجته بعيد يمشي جنبها، فيها انس ولا فيها انس؟ يا ابني امشي جنبها بعيد فيها ايه؟ لما تشوف مش خفيفه. حتى ان الصحابه لما رصوا عليه راح راجع بيها الصفيه زوجته
فيك نشك يا رسول الله؟ قال كي لا تهلك. اذا هو ايه؟ طيب لما كان يسابق عليه لا تودد ولا قمة قيمة؟ تودد. لما كان يجعلها تشاهد نعم الاحفاد في المسجد، هل اكتفيتي؟ قل اطلب يا رسول الله. هل اكتفيتي؟ اطلب يا رسول الله. هل اكتفيتي؟ الى ان تكتفي. سبحان الله. اذا هذا دليل على خجولة الانسان وقوامته باحتوائه واحتضانه وحلوه لا بقسوته وضعه. شبابنا ومعماد حضارتنا ان شاء الله وأملنا في المستقبل. وإذا كانت هويتهم بعد عبادتهم لله واستقامتهم على طريق الله عز وجل تأتيهم شياطين الإنس وشياطين الجن تريد أن تغتالهم بعيدا عن الطريق. الله يرضى عنك. راح الولد من صف السادس والسابع والتماشي بيبدأ شياطين الإنس يجتمعوا حواليه يشجعوا على التدخين وعلى أشياء أخرى. خلي أنا عايز لا تقاوم. ليس من مهمتك قتل الجراثيم ولا مثروة الانحراف. مهمتنا جميعا تقوية جهاز المناعة الإيمانية عندنا وعند أبنائنا وبناتنا. كيف؟ بأمور أربعة. المال الحلال. طاعتك لله عز وجل. ابن عباس لما رأى الناس يختبئون في صلاة العصر وما وجد أحد في الطريق هذا لأنه في أسد جاي من الصحراء وداخل المدينة. أين هو؟ قالوا في هذه الحارة التي بعد البيت. ذهب ابن عباس بخطى ثابتة وقال للأسد كلمتين. الأسد عمل إنسان فضول وعاد إلى الصحراء. قال ابن عباس ماذا قلت له؟ فعدنا الى المكان الذي تدعوه عجبا. وهل فهم الاسد هذا وخاف منه؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف منا مخلوقاته. سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاع عن القافله فالذي اسد طلعنا من الايه؟ من الصحراء. يا الله فالاسد جاي عليه. قال يا أسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصبص الأسد فيه. بصبص عليه وجاء يسير أمام سفينة حتى أوصله إلى بلاد القافلة وعاد إلى الصحراء مرة. قال له إيه؟ مرشد سياح. راح له ليه؟ لأن سفينة له رصيد عند الله. فلما تاب اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وتعرف إليه في الصحة يعرفك في المرض، وتقرب إلى الله في حياتك لا يعذبك الله بعد موتك. يا مؤمن هويتنا توحيدنا، عقيدتنا حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرنا إلى معالي الأمور، تواضعنا، حياؤنا، إبداعاتنا لصالح وطننا الإسلامي الكبير، احترامنا لدولنا واحترامنا الكبير. الناس الآن للأسف نسيت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. أبو كلاب كان عمر التسعين صحابة وكف بصره وجاء باكيا إلى عمر. قام عمر له هذا كان كلاب. قال كلاب يا أمير المؤمنين. كلاب ابن ماذا؟ قال والله يأتي الليل فيوحشني فأبكي. وأين هو؟ قال مع سعد بن أبي وقاص في الخمسين. وعمر على سرعة محمد بن أبي مسلمة كبير الديوران ورئيس التشريفات لله جاز التعبير يعني كبير ديوان المراسل أبن مسلمة على سعد فورا على العراق. الجندي كلاب ياتي فورا اليه. جاء كلاب. قال عمر اذهب ابا كلاب وسوف ياتيك الفرد. يومين ثلاثه وصل كلاب من العراق. جاء
ذهب إلى عمر. خلي بالك يا جماعة، لم يذهب إلى أبيه، وإنما ذهب لمن؟ لكبير الدولة. مهم هذا الكلام ده، مهم مهم وجاي وعسكري في البلد وجنت على الجبهة. لما ينزل يروح للطائر معه أو في إيه القضية؟ قال يا كلاب كيف برك بأبيك؟ قال يا أمير المؤمنين أنا آتي إلى أفضل ناقة لدي وضرعها بني فأريخها وأريحها وأبرر ضرعها بالماء البارد وأحلب وآخذ الغبوط حليب البحر وأدخل على أبي فأسقيه ثم أسقي أبنائي وزوجتي. قال له يا كلاب أنا عايزك تعمل الحكاية. جابوا الناقة بردها وريح راحها وحلب منها وقال لا تحدث صوت. أرسل إلى أبي كلاب